لا أعرف الشخص الغريب ولا مآثره. رأيت جنازة فمشيت خلف النعش مثل الآخرين مطأطئ الرأس احتراما. لم أجد سببا لأسأل من هو الشخص الغريب وأين عاش وكيف مات، فإن أسباب الوفاة كثيرة من بينها وجع الحياة. سألت نفسي هل يرانا أم يرى عدما ويأسف للنهاية. كنت أعلم أنه لن يفتح النعش المغطى بالبنفسجي كي يودعنا ويشكرنا ويهمس بالحقيقة. ما الحقيقة؟ ربما هو مثلنا في هذه الساعات يطوي ظله، لكنه هو وحده الشخص الذي لم يبك في هذا الصباح ولم يرى الموت المحلق فوقنا كالصقر. فالأحياء هم أبناء عم الموت، والموت نيام هادئون وهادئون. ولم أجد سببا لأسأل من هو الشخص الغريب وما اسمه. لا برق يلمع في اسمه، والسائرون وراءه 20 شخصا ما عداي. وتهت في قلبي على باب الكنيسة، ربما هو كاتب أو عامل أو لاجئ أو سارق أو قاتل، لا فرق، فالموت سواسية أمام الموت لا يتكلمون وربما لا يحلمون. وقد تكون جنازة الشخص الغريب جنازتي، لكن أمرا ما إلهيا يؤجلها لأسباب عديدة من بينها خطأ كبير في القصيدة.